دافيد سيزا عندي حكاية معه. أنا بعرفه من 30 سنة لما كنت بلعب فريق اف سي زوريك في الفريق الأول، وكان هو في الفريق الرديف. كان لاعب ممتاز قوي، وما شاء الله اليوم في مرحلة التدريب عنده إمكانيات ومؤهلات عظيمة. إنسان كويس قوي، وأنا سعيد قوي بشتغل معه مرة أخرى على المستوى التدريب إن شاء الله. والتلاحم والتفاهم كبير ما بين الجهاز الفني كله، وده شيء مهم، ده شيء مهم، ده اللي بيكون وراءه النجاح وكل حاجة بحق النادي. واليوم الحمد لله احنا بنشوف النادي العظيم الاهلي بيتطور باللعيبه دياله وكل حاجه، واحنا مبسوطين. وطبعا ان شاء الله احنا بنشتغل عشان نخلي حاجه هنا في مصر في النادي الاهلي يتفكرون عليها ان شاء الله. والنادي الاهلي معروف بالقابه ومعروف بكل الحاجات العظيمه اللي هو حققها في مسيره. احنا اليوم في هذه المهمة إن شاء الله لحد الساعة ناجحين، نتائج عظيمة قوي، مصدرين النادي الدوري ونصف نهائي إفريقيا. إن شاء الله يكون الفوز، نهدي الفوز للجمهور العظيم إفريقيا والدوري كمان إن شاء الله. وده نصف نهاية إفريقيا حيكون خاص قوي، يعني كما قلت فريقين من المغرب وفريقين من مصر، ومواجهتنا مع الفريق الوداد حيكون بطعم خاص بحكم أنا من المغرب. وإن شاء الله إن شاء الله حنكون عند حسن ظن الجمهور العريق الأهلي، وإن شاء الله نفوز نصف النهائي ونمشي للمباراة النهائية إن شاء الله.